هل فعلا يعني ظروف نعم. قاهرة أدت إلى يعني تصريحاته الأخيرة بقائه بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو هناك أسباب أخرى؟ لا بكل أمانة وبكل صدق الرجل حينما تكلم عن الإكراه يقصد الإكراه الأسري، ويقصد بالدرجة الأولى مرض زوجته المزمن الصعب، ويقصد ظروفه الأسرية. ليس هناك لا عقد ولا أيضا هناك تفاضل مع عقد آخر ولا ارتباط مع فريق آخر أو منتخب آخر. أنا أعرف حسن عمو جيدا، الرجل صادق ونزيه وأيضا مستقيم، وأعرف أيضا حسن عمو ترتبط أيضا وجدانيا الآن بالمنتخب الأردني. وأقول لك وللأمانة أن هذا العائق وهذا الإكراه هو الذي منعه أيضا من تحمل مسؤولية المنتخب الوطني المغربي الأول قبل وليد الركراكي. وبالتالي أنا أنتظر أن المستقبل أنظر إليه بعين أقول بعين الطمأنينة نظرا لقوة العلاقة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية.